بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم علي الشهري. إن شاء الله في هذا الفيديو راح أتكلم عن مرض الأوتايتس إكسترنا اللي يعتبر من الأمراض الكومون في الهيومن إير. راح أتكلم إن شاء الله في هذا الفيديو عن الأناتومي أوف ذا إير، وراح أتكلم عليها إن شاء الله بشكل بريف وشكل سريع. راح أتكلم عن الديفينيشن أوف أوتايتس إكسترنا. راح نعرف الأورجانيزم المسؤول عن هذا المرض، the predisposing factors, clinical features, examination, treatment, complications, and at the end I will give you some important notes. So في البداية راح أتكلم عن anatomy of the ear. الإير تنقسم إلى 3 parts: external ear, middle ear, and inner ear. راح أركز إن شاء الله عن الإكسترنال إير، لأن مرض الأوتايتس إكسترنا يحدث في الإكسترنال أوديتوري كانال. الاكسترنال اوديتوري كانال تقريبا طولها 24 مليمتر، تنقسم الى 2 بارت، ميدل 1 ثيرد از بوني بارت، اند اوتر 2 ثيرد از كارتيليجينس بارت. في الكارتيليجينس بارت عندنا سيلز تفرز السويت والواكس تو كلين ذا اير اند بريفنت انفكشن. بخصوص الانرفيشن في 3 نيرفز ذات انرفيت ذا اكسترنال اير. The anterior part of the external auditory canal is innervated by auriculotemporal nerve. Posterior superior part innervated by facial nerve. Posterior inferior part innervated by a branch from a vagus nerve. طيب ايش هو مرض الاوتايتس اكسترنا؟ هو inflammation of the external auditory canal. في بعض المراجع الأخرى ممكن تلقاها مكتوبة بصيغة أخرى، تلقاها مكتوبة cellulitis of the skin of the external auditory canal، ويسمونها بعض الأحيان بالswimmer's ear أو إذن السباحين، وراح نعرف إن شاء الله ليش. طيب الأورجانيزم المسؤول عن هذا المرض either bacterial or fungal. The most common bacteria is pseudomonas aeruginosa. طبعا في بعض البكتيريا الثانية لكنها less common زي الستاف أوريوس والستاف إبيديرمس. الفنجل أورجانيزم the most common is aspergillus، ويسمونها الفنجل انفكشن يسمونها الأوتو ميكوزيس. طيب خصوص البريدسبوزينج فاكتورز أو إيش هي الأشياء اللي راح تسبب لنا زيادة احتمالية في الإصابة بالانفكشن أو الأورجانيزم، أول فاكتور اللي هو excessive sweating. بعض المناطق اللي هي الوارم والفيها الهوميديتي عالية زي مثلا مدينة جدة عندنا ممكن يكون في excessive sweating. طبعا الميديا حقت الاكسترنال اوديتوري كنال عبارة عن acidic media، فمع excessive sweating راح تتحول إلى alkaline، والalkaline media is a good environment for bacterial growth. الفاكتور الثاني اللي هو التروما، وأشهر سبب اللي هو الكوتون سواب اللي هي عواد الأذاني. ممكن بعض الأشخاص يستعملونها كتنظيف الواكس وهذا غلط، فممكن يسوي إنسيرشن للأورجانيزم، أو ممكن يسوي بيرفريتد للتبنك ممبرين، أو ممكن يدخل أي شيء ثاني فورين بادي أو المناديل، وممكن يدخل معاها إنفكشن. Obstruction زي الواكس، impacted wax, stenosis, foreign body, contaminated water، وهذه هي سبب تسميتها بإذن السباحين، إنه السباح يدخل أكثر من مسبح ويسبح في أكثر من مكان، فممكن يلقط الانفكشن. فcontaminated water ممكن يكون فيها pseudomonas أو aspergillus، ممكن فيصير فيه infection في الإير. طيب ايش هي الاعراض اللي يجينا بها البيشنت؟ طبعا اول شيء البيشنت بيجيك يشتكي من حاجتين، او ممكن يشتكي من هذه الحاجتين قبل لا يجيك، هو ما يجيك الا اذا جاء البين. فهذه اول عرضين راح يجيك فيها اللي هي discharge either watery or yellowish و itching، راح تبدا مع هذه الاثنين. بعدها يجينا البين. البين طبعا كيف يوصفه لك؟ يقول لك والله وانا اكل احس بالم اللي هو مع الجو موفمنت، أو ممكن يقول لك إذا أحد مسك إذني أو هو مسك إذنه يحس بألم. فهذه تعتبر كاركترستيك للأوتايتس إكسترنا. الهيرينج لوس
يصير طبعا في الليت ستيج اذا لفت انتريتد يصير معاه كوندكتيف هيرينج لوس. طبعا الاكسترنال اوديتوري كانال اذا صار فيها انفلاميشن راح يصير ايديما، راح يصير ريتيميا، راح يصير ناروينج. في يوم يصير ناروينج ممكن يسبب له كوندكتيف هيرينج لوس، بس هذه تيجي على غلب تجي في الليت ستيج. يعني الليمف نودز انلارجمنت هذه تجي في المور سيفير كيسز، يصير عند الواحد يجي بتندر ريجنال ليمف نودز. هذا ملخص للأعراض اللي ذكرناها قبل شوية. شايفين الهديمة والإنفلميشن، شايفين الناروينج، الدسشار. طيب how to examine this patient؟ الكل يعرف هذا الجهاز تقريبا اللي هو الأوتوسكوب. We use autoscope to examine the external canal and eardrum. طيب حنا راح نحط الأوتوسكوب، فإيش راح نشوف؟ راح نشوف الصورة التالية. شايفين كيف؟ شايفين الإنفلاميشن والإديمة والناروينج اللي صاير؟ ممكن يسبب له conductive hearing loss. هذه صورة أخرى، وهذه صورة كمان مع more severe narrowing، يعني شوفوا خلاص شوية ويتقفل. هذه granulation tissue. طيب وصلنا للتريتمنت. هذول المرضى كيف تعالجهم؟ طبعا أول شيء راح نسوي لهم debridement أو cleaning، لأنه أنت تبغى تحط topical antibiotics. في يوم تحط topical antibiotics مع وجود some granulation tissue or wax، فسكين ما راح يمتص الدرج، فكذا ما كأنك سويت حاجة. فأول شيء نسوي debridement cleaning، وبأحيان يحطون acetic acid عشان يصير acidification للميديا. احنا قلنا ان الاكسسيف سويتنج يسبب الكالينيزيشن للميديا، فممكن نحط اسيتيك اسيد ونسوي اسيديفيكيشن وراح يقضي ان شاء الله على البكتيريا. نحط معها توبيكال انتيبايوتكس، وبرضه هيدروكورتيزون اللي هو اير دروبس، هيدروكورتيزون تو ريليف بين اند ديكريز انفلاميشن. طيب ايش الكومبليكيشن اللي راح نواجهها في البيشنت في ليفت اند تريتد؟ اول كومبليكيشن اللي هو سيلولايتس. سيلولايتس از انفكشن اوف ذا سكين، راح نعالجها بسيستميك اورال اور اي في انتيبايوتيك. بيريكوندرايتس اور كوندرايتس، طبعا هذا شكلها بيريكوندرايتس اللي هو انفلاميشن في اكسترنال بارت اوف ذا اير، طبعا نعالجها بسيستميك antibiotic. ميديال كنال فايبروسيس، طبعا هذا يصير مع الكرونيك او البيشنت اذا ما اخذ الادوية او ما تعالج بيصير في عنده فايبروس سكار فورميشن، وهذا لازم نشيلها سيرجيكال، وممكن نلجأ الى بعض الاحيان الى التيمبانوبلاستي. طيب مالجننت نيكروتايزنج اوتيتس اكسترنا هو يعتبر اخطر كومبليكيشن. طبعا فين يصير؟ يصير مع الاميونو كومبرومايزد بيشنت، الالدري بيشنت، الديابيتس، اتش اي في بيشنت، اللي عندهم مالجنسي، اللي ماشيين على ستيرويد، اللي اخذوا اورجان ترانسبلانت وماشيين على اميونو سبريسيف ايجنت. طبعا هذا ليش خطير؟ لانه يصير معاه spread to skull base and intracranial structure. في الانفكشن راح تنتقل للskull base or intracranial structure or facial nerve، ممكن يسبب لنا facial nerve palsy، ممكن يسبب involvement للskull base bone. فالهولمارك finding في الexamination راح تلقى granulation in the floor of the external auditory canal at the bony cartilaginous junction. راح تحصل فيه granulation. فمع الهيستوري اوف ذا بيشنت، if he is immunocompromised،
فراح تشخص الحالة على انها malignant necrotizing otitis externa. ايش الانفستيجيشن اللي راح نسويها؟ راح تسوي بكتيريال انت فنجل كلتشر، وراح تسوي هاي ريزوليوشن كومبيوتد توموغرافي اللي هو سي تي سكان عشان تشوف البوني انفولفمنت. هاو تو تريت ذيس بيشنت؟ تعطيهم طبعا انتي بايوتكس اورال اور اي في، وبعض الاحيان نرجع للسيرجيكال ديبرمنت اذا كان فيه سيكوسترا في البون. طيب تقريبا وصلنا للنهاية. هذه some important notes. The most common bacteria is pseudomonas زي ما قلنا. The most common fungal is aspergillus، وتسمى وقتها وتسمى يعني في هذا الحالة automycosis، ونعالجها بانتي فنجال ايجنت ودبرمنت. بين with air pinna or jaw movement is characteristic for otitis externa. No role of culture or no role of labs except in unresponsive patient to treatment or in case of malignant otitis externa. No role of radiology except in otitis malignant otitis externa. No role of oral or IV antibiotics except in case of any complication. This is the end of my video and presentation. أشكركم جميعا على حسن الاستماع.